زي ما حضراتكم عارفين، الماركتنج بلان بتنقسم لست نقاط اساسيه او بتنبثق من الكومباني فيجن، ثم السيتويشن اناليسيس، ثم الاوبجكتيف ديتيرمينيشن، الاستراتيجي، التكتيك، الامبلمنتيشن. دي الخطوات الاساسيه للماركتنج بلان، وطبعا يمكن في تفاصيل متعدده ان شاء الله بنخوض فيها في رحلتنا مع هاو تو ديزاين ماركتنج بلان. ودلوقتي تركيزنا على السيتويشن اناليسيس. اتكلمنا على نقطه مهمه جدا في السيتويشن اناليسيس، وباكد مره ثانيه السيتويشن اناليسيس فائدته ايه. فائدته ان انا بعرف الكرنت سيتويشن للبرودكت او لموقف الكومباني دلوقتي، وبالتالي انا يعني بقدر بطلع من السيتويشن اناليسيس بكي ايشوز. الكي ايشوز دي هتقدر تساعدني في ان انا ابني استراتيجي بشكل مظبوط، تكتيك بشكل افضل، تحديد الاوبجكتيفز. فدي كلها اساسيات. من ضمن النقاط المهمه للسيتويشن اناليسيس ان انا اقدر احصل على معلومات عن الكومبيتيتور بتوعي. موضوع السورس اوف كومبيتيتيف انتليجنس دي من الحاجات المهمه جدا جدا، ومحتاجه طبعا شبكه علاقات قويه. مش هقدر احصل على المعلومه عن الكومبيتيتور بتاعي الا اذا عملت سيرش بشكل محترف، الا اذا دورت على المصادر اللي ممكن تساعدني في حاجه زي كده. ويمكن حكيت لحضراتكم المره اللي فاتت عن بعض الشركات اللي بتقوم بانترفيوهات ما بتكونش حقيقيه، لكن هي بتعمل ريكروتمنت لبعض الموظفين او العاملين اللي بيشتغلوا في الشركات المنافسه. فدي واحده من المصادر على سبيل المثال. عندك بعض الشركات اعتمادا برضو على الريليشن ممكن تاخد من الانفستورز ومن البنوك، الناس اللي بتتعامل معاها بشكل شبه يومي في موضوع الفاينانس وما شابه، بيكون عنده معرفه عن الكومبيتيتورز، بيتعامل بشكل ما المنافسين، وبالتالي ممكن تستقي بعض المعلومات اللي ممكن تديك كده ايه علامات الكومبيتيتورز بتاعك او المنافسين بيفكروا ازاي، ايه الاتجاهات اللي يعني الخطوات اللي ناويين ينفذوها وهكذا. الكونسلتنت الناس اللي هم اصحاب الخبره المستشارين في المجال، يعني على سبيل المثال في المجال الفارماسيوتيكال بنسمع من بعض الاطباء، انت كشركه داخل لدور كبير كي او ال مثلا، رئيس قسم او ما شابه، فيبتدي يحكي لك او يديك فكره عن الكمبيوترز ممكن بيعملوا ايه مثلا، بيتصرفوا ازاي. فدي برضو يديك كده انديكيتور عن تفكير المنافس بتاعك، طبعا برضو تقيسها على اي نشاط حضرتك بتشتغل فيه. البريس، وسائل الاعلام والصحافه، بتنزل معلومات عن الشركات المنافسه. الكاستومرز نفسهم، الكاستومر ممكن يكون مصدر على فكره رائع للخطوات بتاعه الكومبيتيتورز بتوعك، فانت ممكن تستقي منهم العديد والعديد من المعلومات اللي بيقولوها، ممكن بشكل عفوي او حتى احيانا بيكون شكل انتندد. سبلايرز، الموردين، مش بس السبلايرز، الديستريبيتور كمان وكل الناس اللي بتتعامل في الامور اللوجيستيك بتاخد فكره كبيره عن الكومبيتيتورز. عايز اقول لحضرتك مثلا الناس اللي شغاله في مجال برضو الفارماسيوتيكال، كتير ما بسمع من السبلايرز اللي بيشتغلوا في مجال مثلا تنفيذ الماركتنج كامبين، الناس دي اتعاملوا مع المنافسين وبالتالي بيوروك بعض الحاجات اللي هم اللي اشتغلوا عليها المنافسين، افكار من الافكار اللي هم اشتغلوا عليها، تنفيذ وصور لبعض مثلا الحملات اللي نفذوها، بوس ما شابه، حاجات زي كده. فالامور اللي زي دي بتساعدك بشكل كبير انك تفهم الكومبيتيتورز بتوعك. زي ما انا كنت بتكلم على الماركتنج ايجنسيز بتساعدنا جدا جدا، في كمان الجوفرنمنتال ببلش، النشرات والدوريات الحكوميه اللي بتوضح حجم الماركت والماركت شير لكل كمباني في الاكتيفيتي المختلفه. فكل ده بيديك صوره عامه عن الكومبيتيتور وبيشتغل ازاي، فده اللي احنا بنسميه الكومبيتيتيف انتليجنس، قدرتك على انك تستقي معلومه عن الكومبيتيتورز واتجاهاته رايحه فين. دي من الحاجات اللي تفرق معاك في الكومبيتيتيف انتليجنس وقدرتك على تجميع معلومه. طب لو اتكلمت على الكومبيتيتور اناليسيس ليفل، دلوقتي انت عايز تعمل سيتويشن اناليسيس، تحليل موقف للكومبيتيتور بتوعك عشان تبقى عارف انت وضعك ايه والخطط اللي ممكن تقوم بيها عشان تقدر ويز ستاند او كاونتر اكت، تقدر تقاوم الخطوات بتاعتهم وتحافظ على المركز بتاعك، وتساعدك كمان في انك يعني تجين ماركت شير اكبر في النشاط بتاعك. احنا عندنا هنا ثلاث انواع من الاناليسيز ليفل، في عندك الكاستمر ليفل، في عندك الاستراتيجيك ليفل، في عندك البوتنشال، احتمال المستقبل ممكن يتصرف ازاي. على مستوى الكاستمر ليفل انت بتشوف البيرسيبشوال مابينج، البوزيشننج، الراجل دوت البراند بتاع الكومبيتيتور حط العميل حطه ازاي في دماغه، يعني هو متصوره ازاي، شايفه ازاي، فيكاسي، سيفتي، فاست اونست اوف اكشن،
سيفنج للماني، لازم تفهم العميل الكاستمر العادي لما بيشتري منتجات الكومبيتيتور هو باصص لها ازاي. البراند سويتشنج، هل في قدره عند العميل ان هو يستغنى عن الكومبيتيتور ويشتري المنتج بتاعك او العكس؟ لازم دي في التحليل بتاعك يتحط. طب ايه الدرايفرز بتاعت التشينج؟ ايه اللي ممكن يساعد العميل ان هو ياخد قرار التغيير؟ سعر مثلا، سيفتي مثلا، كونسيبت اوف اكشن، تكنولوجي، لاكجري، دي كلها عوامل ممكن تساعد. على مستوى الاستراتيجيك اسيت، الاستراتيجيك ليفل، احنا عندنا الاسيتس اللي هي الاصول، وهنا مش بتكلم بس على الاصول الماديه، لا الاصول كمان ممكن تكون في المجموعه، البول بتاع الخبره اللي عند الراجل ده، الاكسبرتيز، الناس اللي اصحاب الخبره اللي شغالين عنده، بنسميها السكيلز برضه احيانا. الاستراتيجي اللي بيشتغل بيها الكومبيتيتور، هل في اي سيميلر كاركترستكس ما بين الكومبيتيتور وما بينك؟ هل في عوامل مشتركه انت بتحاول تبص لها اولا تستفيد بيها لو هو اعلى منك، ثانيا لو انت الافضل منه في الماركت او البوزيشن بتاعك اعلى منه بتحاول انك تعمل ديفرنشيشن. الكي سكسس فاكتورز، اسباب نجاحه. البيهيفيرال اناليسيز، الراجل ده بيتصرف ازاي، والموتيفيشنال اناليسيز، بيتصرف ازاي لو في اي تغييرات في الماركت، سواء تغييرات ايجابيه او تغييرات سلبيه، حصل تغييرات في النواحي الاقتصاديه او في النواحي السياسيه، بيتصرف ازاي. الكومبيتيتورز الكبار لما بيعملوا اي اوفر مثلا او كامبين او سيرفيس معينه في الماركت، ديسكاونت على سبيل المثال، هو بيتصرف ازاي، وبناء عليه انت بتكون عارف الهيستوري بتاع الكومبيتيتور، اهم الكومبيتيتور بتوعك في الماركت، وتقدر تتوقع اللي ممكن يحصل ايه في المستقبل لو انت غيرت اي خطوه عندك في الاستراتيجي او على مستوى البوتنشال. احنا بنتكلم على احتماليه الكومبيتيتور بتاعك يتصرف ازاي في المستقبل، هل عنده مثلا برودكت اكسبانشن، هيزود البرودكت لاين بتاعه، او ماركت اكسبانشن، هل هيزود عنده في الماركت سيجمنت، او يروح لسيجمنت جديده او نيتش جديده او ما شابه. الفورورد انتجريشن والباكورد انتجريشن هنتكلم عنهم ان شاء الله في الاستراتيجي بشكل مفصل، لكن هنا الفورورد انتجريشن، هل الكومبيتيتور بتاعك ممكن مثلا يعمل اتحاد او اتفاق مع الديستريبيتورز بتاعه؟ عندنا مثلا زارا اتفقت يمكن مع الديبارتمنتال ستورز على مستوى العالم انها يكون عندها خطوط خاصه بزارا لوحديها، زارا المحل المعروف او البراند العالمي المعروف في مجال الملابس. الباكورد انتجريشن اللي هو القدره على ان هو احتمال في المستقبل يعمل اتفاق مع السبلايرز بتوعه، شفناها برضه في كتير من الشركات، يعني مثلا عندنا نفترض شركه بتصنع مثلا مواد غذائيه، مثلا صلصه ومش عارف ايه وحاجات زي كده، طيب نفترض ان هو عمل انتجريشن مع الموردين بتوعه، المزارع اللي بتنتج له الطماطم مثلا، واخد بالك، دي هتكون نقطه قوه له، لان الانتاج ده هيكون حصري، مش هيكون عنده مشكله في التوريد، وبالتالي ممكن دي تكون نقطه قوه له كبيره في الماركت. لو بصينا على الاندستري كومبيتيتيف فورسز، ايه القوه اللي موجوده في الماركت اللي بتقدر تتحكم فيها العمليه التنافسيه؟ الفورسز او القوه دي عندنا على سبيل المثال، في عندنا الانترنال رايفرلي اللي هم المتنافسين اللي اوريدي موجودين في الماركت، اللي هم بقالهم فتره، والتنافس اللي ما بينهم ووضعيه التنافس، ومين يعني مين فيهم ممكن يكون واخد الابر هاند. الريجوليشن، هنا بتكلم على الامور القانونيه المتعلقه بالاثوريتيز والتدخلات الحكوميه والقوانين اللي بتفرضها السلطه في البلد، وبالتالي دي ممكن تاثر على التنافس. البايرز، الناس اللي بتشتري طبعا، دول عندهم البارجنينج باور، قدره على المساومه والفصال والتاثير في السعر. السبلايرز نفس الكلام، الموردين، وعشان كده كنت بتكلم في السلايد اللي فاتت على موضوع الانتجريشن او الباكورد انتجريشن، بتكون نقطه قوه لو شركه عملت اتحاد مع السبلايرز بتاعها ويونت واحده. السبلايرز عندهم برضو القوه بتاعت البارجنينج باور. عندك البوتنشال انترنت، الناس اللي هي احتمال دخول الماركت، ناس احتمال تدخل الماركت عندك جديد، وبالتالي هتغير شكل التنافس وعدد المتنافسين، ممكن يكون قوي او منافس قوي يغير جدا في شكل الماركت. شوف كده سوق الاتصالات في مصر كان ابتدى بشركتين ثم 3 شركات ثم 4 شركات، فالتنافس ابتدى يختلف، بدل ما كان 2 بس بيتحكموا في الماركت، الدنيا اختلفت. شوف عندك مثلا حاجه زي اوبر وكريم، شوف الاتحاد اللي حصل ما بينهم اثر ازاي على مستوى التنافس، بقى سلبي بالنسبه للكاستمر، قبل كده كان الكاستمر بيستفيد. فعدد المتنافسين لما بيتغير بيحصل فيه تشينج، سواء ان هو بيزيد او بيقل، التنافس طبعا حجمه بيختلف تماما. في عندنا كمان الجينيركس،
نفترض ان الشركه الاوريجينال هي منزله المنتج الاساسي وهو كان واخد بيتنسي، حقوق ملكيه. حقوق الملكيه دي خلصت بعد فتره معينه، ابتدى الجينيركس ينزلوا، هتبتدي تتغير شكل التنافس والاسعار بتاعت المنتجات المتاحه.